السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وتكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله، ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر وكل ما كتمنوا إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم مائدة رمضانية بوصفات اللي هما رائعين بزاف وكيجيو لذاذين وبمكونات اللي هي بسيطة. انتم غتشوفوا معايا لا فيديو وما تفلتوش هاد لا فيديو حيت فيه مكونات اللي هما اقتصادية وافكار اللي غادي تنفعكم ان شاء الله في المائدة ديال رمضان. وبلا ما نطول عليكم اكثر نخليكم مع لا فيديو باش تكتشفوا المكونات وطريقة التحضير. اول حاجة غادي نبدا بها هي التحلية. دائما الا كنا غادي نحضروا مائدة فيها الحلو والملح كنصبقوا الحلو حيت هو اللي كيبغي يدخل الثلاجة ويبرد مزيان حيت كتكون فيه كريمة او لاكيك. المهم دائما نصبقوا الحلو. هنا عندي الحليب كريم باتيسيير شوكولا نوار فيه نسبة زايدة ديال الكاكاو، وعندي كذلك سكر سنيدة فخوماج كريمي والبسكويت. هنا غادي نبدا اول شيء غادي ناخذ نصف لتر ديال الحليب غادي نوضعه في الكاسرول. وغنضيف عليه الكريم باتيسيير جوج ملاعق كبار ديال الكريم باتيسيير يكونوا مملوئين بهذا الشكل هذا. الملعقة الاولى الملعقة الثانية. الا بغيتو تستعملوا النشا تقدروا تستعملوها، ولكن انا كنفضل الكريم باتيسيير حيت كيعطي واحد القوام كريمي وكتجي لذيذة بزاف هذه الكريمة. وغنستعملوا 3 ديال الملاعق كبار ديال سكر سنيدة، تقدروا تضيفوا السكر سنيدة على حسب الذوق. انا بالنسبة لي هاد الحلاوة جاتني هي هاديك، ولكن الا كنتو كتبغيو نتوما الحلاوة اكثر فغتزيدوا واحد الملعقة حتى لزوج. وهنا ضفت الكاكاو بودغ ديال الكاكاو. وهنا غادي ناخذ البسكوي ديالي. هاد البسكوي صراحة كيتباع رخيص، انا هاد الباكية خديتها كانت بروموسيون خديتها بعشرة دراهم، رائع بزاف وكيجي لذيذ وتواتا بزاف مع هاد التحلية هادي. صافي هنايا بعد ما طحنتو نتوما كتشوفو هادي الطحنة الأخيرة ديال هاد البسكوي، كنطحنوه مزيان اولا كتشدوه كتهرسوه بشي حاجة، المهم كطحنوه. وهنا غناخذ ملعقه كبيره ديال الزبده ذوبتها وغادي نضيفها على الخليط ديال البسكوي وغنحرك حتى تلبس مزيان البسكوي بالزبده، وغنوضعوه جانبا. هنا الخليط ديالي بعد ما وضعته فوق من العافيه ديال الحليب والكريم باتيسيير وسنيده وشوكولا بودغ خليته فوق من عافيه مهيله وبقيت كنحرك حتى ولا القوام ديالو على هذا الشكل هذا. عاد دابا غادي نضيف عليه شوكولا نوار. انا هنا عندي شوكولا نوار اللي ما تيكونش حلو بزاف صراحه وكيكون بنين كيكون فيه نسبه الشوكولا كتكون باينه بزاف. صافي هنا تقريبا ضفت واحد نص كاس ديال الشوكولا حتى الكاس، وتقدروا تستعملوا اي نوع شوكولا بغيتوا ماشي بالشرط هذا النوع هذا. وغادي نضيف جوج الملاعق كبار ديال الكيري. انا هنا استعملت جبن كيري، جبن كيري كيجي رائع بزاف في التحليه كيجي خطير، غير جربوه صراحه كيجي بنين كيعجبني انا وحتى الثمن ديالو رخيص. صافي هنا غادي نخلط الفخوماج ديالي مع الكريمه
صافي. هنا بعد ما ضفت الجبن، هذا هو القوام ديال الكريمه، كتجي على هذا الشكل هذا، ما كتجيش عاقده. من الاحسن انكم تخليوها بحال هكا. صافي، هنا غناخذ الكاسات اللي غادي نوضع فيهم التحليه، وغادي ناخذ البسكوي ديالي. غندير في كل كاس جوج الملاعق صغيره ديال البسكوي، وانتوما كتقدروا ديروا اي كاسات بغيتو، اولا كديروا فمول عائلي حتى هو كيجي زوين. ولكن بالنسبه للتحليات هكا كنفضل انهم يكونوا هاد الكاسات الصغار، كيجيو زوينين في المنظر. وصافي، هنا بعد ما وضعت البسكوي دابا غادي نضيف الكريمه. انا كنحاول نبين لكم، شفتوا الكريمه ديالتي راه مازال جاريه. صافي، هنا غادي نستمر حتى نكمل الكاسات ديالي، غادي نعمرهم بالكريمه. هنا بعد ما عمرت الكاسات، هذا هو الشكل ديالهم، ولكن مازال غادي نزينهم. صراحه باقي ما عرفتش باش غادي نزينهم لحد الان، ولكن غادي نوضعهم في الثلاجه بعدا باش تماسك ليا الكريمه مزيان. ومن بعد غادي نشوف طريقه التزيين اللي غادي نقدمها في هاد الكاسات هادو، ونمشيو باش نوجدوا الوصفه الثانيه ديال الافطار. وغنمشيو باش نوجدوا المالح او المملحات. هنا عندي العجين اللي فيه جوج الكؤوس ديال الحليب دافي، نص كاس ديال الزيت النباتي او زيت البلديه اللي بغيتو، انا هنا استعملت فقط الزيت النباتي. عندي هنايا ملعقه كبيره خميره الفوريه، ملعقه صغيره ما تكونش عامره بزاف، غتكون ملعقه صغيره، وغادي نمسحوها ديال الخميره ديال الحلوه، ملعقه كبيره ديال سكر سنيده، نص معلقه ديال الملحه. وغنضيف انايا اضافه، نتوما عندكم الاختيار، تقدروا تضيفوها تقدروا بلاش، اللي هي السودانيه او الهريسه. انا كنفضل الا كانت الهريسه غتكون احسن، ولكن انا ما عنديش الهريسه، استعملت فقط السودانيه. وغادي نحتاج من 5 حتى 6 الكؤوس ديال الدقيق، على حسب الخليط، على حسب الدقيق الا كان كيشرب او لا. المهم نتوما غادي ديروا 6 الكؤوس، وغتضيفوا 5 في الاول حتى تشوفوا القياس ديالكم. هنا غادي نمشيو للمرحله ديال تحضير ديال العجين. غادي ناخذ الحليب ديالي، وغادي نضيف عليه الخميره الفوريه وكذلك سنيده، غنخلطوهم مزيان بالفوات، او كتخليوهم واحد 10 دقائق حتى كتفاعل الخميره، المهم اللي بغيتيو، حيت كتكون النتيجه هي. صافي، هنايا غادي نخلطهم مزيان، ومن بعد غادي نضيف باقي المكونات. غنضيف الزيت ديالي، هنا كتشوفوا نص كاس راه ما عامرش، يعني بحال كتقولوا نص كاس نازل عليه واحد شويه. صافي، غادي نضيف الزيت النباتي، غنضيف الخميره، ملعقه صغيره غير مملوءه ديال الخميره الكيماويه او الخميره الحلوه، وغنضيف السودانيه اللي كتجي رائعه بزاف، وانا كنفضل الهريسه حيت كتعطي الهريسه المذاق اكثر، والملحه. وغنضيف كذلك الدقيق، انا هنا ضفت 5 الكؤوس ديال الدقيق، والكاس السادس غنضيفه بشويه بشويه بالتدريج حتى كيتجمع ليا الخليط. دابا غادي نمشي نعجنهم في الروبو. صافي، هنا بعد ما عجنتهم، هذا هو القوام ديالهم. هنا استعملت 6 الكؤوس ديال الدقيق، كيف ما قلت لكم غديروا 5 الكؤوس في الاول، والسادس كتبقاو تضيفوه بالتدريج. الا كان تجمع لكم الخليط وجا في هذا القوام في 5 الكؤوس، صافي غادي تكتفيوا فقط ب 5 الكؤوس. الا ما تجمعش لكم
كتضيفوا الكأس السادس. هذا هو القوام ديالها، نتوما كتشوفوا كتجي رطبه. هنا غادي نحاول فقط نجمعها حيت هي صافي مدلوكه مزيان، غنجمعها وغادي نوضعها في البول اولا في هذا البول اللي انا عجلت فيه، وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها لمده ديال ساعه حتى كيتضاعف ليا الحجم ديالها. هنا نمشيو باش نوجدو الحشوه ديالنا. انا غادي ندير صدر ديال الدجاج طحنته. هاد الحشوه هادي كتجي رائعه بزاف حيت مازال غادي نضيف عليها واحد المكونات اللي غادي يعطيوها لذه مميزه. صافي هنا غادي ناخذ الكفته ديالتي وغادي نحتفظ بها جانبا. تقدروا تستعملوا الكفته ديال اللحم، نتوما عندكم الاختيار. وهنا غادي ناخذ المقلاه غادي نوضع فيها الفلفله مقطعه رقيقه، غنضيف فقط كميه بحال غنضيف حبه كبيره وحبه صغيره ديال البصل. غنضيف شويه ديال الابزار جهة راس معلقة صغيرة ديال الإبزار، وكذلك الكمون راس معلقة صغيرة ديال الكمون، ملحة، وغنضيفو زيت النباتي القياس اللي غيتشحر فيه هاد الخضر هادو. صافي وغادي نضعهم فوق العافيه اللي غادي تكون شويه مجهده، ولكن نبقى وحدها. الا كانت مجهده خصنا نبقى وحدها باش هكا ما تحرقش لي البصله والفلفله. صافي هنايا انا راه بقيت واقفه حداها حتى تعسلات ليا البصله والفلفله على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نحيدها من فوق من العافيه وغادي نمشيو للعجين ديالنا اللي ضاعف الحجم ديالو. دابا غادي نحاول نخرج الهواء اللي تيكون داخل العجين. صافي هنا كنحاول فقط نجمعها على القياس اللي انا بغيت نخدمها فيه. وفي هذا العجين هذا غادي ندير زوج ديال الاشكال، غادي نديرهم على جوج كريسات. صافي وغادي نخدمهم مباشره. غندلك القرصه الاولى اللي هي الشكل الاول، نحاول ان ندلكها وما غندير لا دقيق لا حتى شي حاجه باش هكا كيبقى القوام ديال العجين كيجينا رطب، حيت الا ضفنا الدقيق العجين غادي تجمع لينا وغادي يجينا قاصح وما يجيش زوين. هنا كناخذ طبصيل وكنشكل دائره، وغنحيد هاد الجوانب. صافي وهنا غادي نحاول نقسم العجين ديالي من النص باش نتاكدوا بانه النص. من الاحسن اننا نعبروا في الاول بحال هكا بحال الطريقه اللي انا درت. هذه بالنسبه للمبتدئات اللي ديالنا غادي يصيبوا هذا الشكل هذا او هاد لي شوسون. فالطريقه هذه هي كتسهل باش كيجيوا القياسات كلهم بحال بحال. صافي هنايا قسمتها على زوج ومن بعد أربعة ومن بعد على ثمانية، ودابا كنقسمها على 16 يعني كل كرة كتعطيني 16 قطعة.
هنا كناخدو القطعة ديالنا أو المثلث الأول، كنديرو واحد الفتحة بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنلفو العجين ديالنا، وهذاك الراس اللي تيكون طويل كنحاولو أننا نبسطوه بهذا الشكل هذا، كنزيدو نجبدوه واحد شوية. نوريكم شكل تاني، كنبسطو هذاك الراس وكندورو العجين ديالي بهذا الشكل هذا. نوريكم وحدة ثالثة، الطريقة ديالتها سهلة بزاف، وهادو راه صغيورين انا درتهم، يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار كديروهم كبار او لا صغار، انا بغيتهم على هذا الشكل هذا. اي فوالا، هذا هو الشكل ديالهم. ودابا غادي نمشيو باش نوجدو الشكل الثاني اللي هما دي ميني باغيت، حتى هما كيجيو رائعين بزاف. هاد العجين صراحه كيجي غزال بزاف وكيجي مهوي وكيجي رطب، نتوما غتشوفوا الشكل ديالهم النهائي. هنا كناخذوا هاد الكويرات اللي انا قطعت، وكناخذ المدلك كنحاول نجبدهم بهذه الطريقه هذه، وكنلف العجين ديالي بهذا الشكل هذا. نتوما كديروا القياس اللي بغيتيو، هذيك الحافه اللي كتكون اولا هذيك الحاشيه اللي كتكون في الجنب كنحاول نلصقها وكنديرها لتحت، ولكن خصنا نلصقها مزيان باش هكا ملي طيب ما خاصهاش تحل لينا. صافي، هنايا غادي نوريكم وحده ثانيه، طريقه سهله بزاف، وانتم كتختاروا كيف ما قلت لكم الشكل، يا اما كديروهم صغار اولا كبار اولا كديروهم طوال اولا كديروهم شويه عراض، نتوما اللي كيبقى لكم الاختيار. هنا غادي ناخذ صفار بيضاء وغنضيف عليها القليل من الصوجة، هذه انا عندي الصوجة الداكنة. هنا بعد ما اختمروا ليا خليتهم نص ساعة كيختمروا ليا هاد لي ميني باغيت والميني ميني شوسون. صافي، وغادي ندهنهم بصفر ديال البيض، ونحاولوا غير بشويه باش هكا يبقى لينا هذاك الشكل ديالهم من فوق وطالع. بعد ما دهنتهم غادي ناخذ الزنجلان وغادي نرشو في الوجه، وغادي ندخلهم الفرن. هنا بعد ما دخلوا خرجوا من الفرن، هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو مذهبين وكيجيو رطبين بزاف. انا ما بغيتش نورك عليهم بزاف باش هكا نبقى محتفظه على هذاك اللي فاش جاوا بحال هكا غونفلي، ما بغيتش نفشهم خليتهم بحال هكايا. وضروري فاش يخرجوا من الفرن نغطيوهم بواحد الزيف باش هكا كنبقاو محتفظين على الطراوه ديالهم. هنا غادي نمشيو للكفته ديال الستر ديال الدجاج، غادي نضيف عليها هذيك البصله والفلفله اللي انا شحرت، وغنضيف شويه ديال التوابل ديال الدجاج. انا هنا خلطت توابل الدجاج وتوابل الكفته وضفت شويه الملحه، وهنا غادي نخلط هذه المكونات كامله، ومن بعد غادي نشكلهم على شكل اصابع بهذا الشكل هذا. ومن بعد شويه هذيك الكفته، وهنا غادي ناخذ لي ميني باكيت ديالي. هذا الميني باكيت باقي سخون حيت يلا خرجته، ولكن من الاحسن انكم تخليوه يبرد مزيان تماما باش هكا ما يتفرتتش ليكم، ولكن راه واخا سخون بقى هو هذاك، يعني ما تفتت ما تحلات ما حتى شي حاجه، حتى القوام ديالها لداخل ما جاش معجن. هنا كناخذ شرائح ديال الفرماج ديال الساندويتش، وكناخذ الخس، وغادي نوضع
الكفته ديالي بهذا الشكل هذا صافي. وكنحاول نقعد باش كيجي الشكل ديالو مزوين. كتقدروا تضيفوا مطيشه وتقدروا تضيفوا كذلك الصوص. انا هنا صراحه كنت غادي نستعمل مايونيز ولكن تهرست لي القرعه صافي قلت بلاش مع راسي نخليها غير هكا صافي. هنا كنحاول نفتح هذوك لي ميني شوسون وهاد لي ميني شوسون ما غاديش نستعملهم اليوم ما غاديش ندير لهم الحشوه اليوم حيت صراحه ما بقاش ليا الوقت صافي. اكتفيت فقط بهذوك لي ميني باغيت والشوسون غادي نعمرهم ان شاء الله غدا بحشوه اللي هي تاهي غتكون رائعه بزاف صافي. غنستمر بحال هكا حتى نكمل لي ميني باغيت ديالي. ودابا غنمشيو باش نحضروا الاكله الثالثه اللي هي طاجين اللي كيعجبني انا بزاف وغادي نشاركه معكم حيت ساهل مهل كيوجد بالخف وكيجي رائع ولذيذ. هنا خديت مطيشه وضفت عليها الزيت ضفت عليها شويه ديال الملحه. وهنا خديت الكفته درت ليها العطريه ديالتها. انا سبق لي شاركت معكم العطريه ديال هذه الكفته هذه اللي كتجي رائعه بزاف وصافي. ودابا كنوضعها فوق من مطيشه اللي انا شحرت خليتها تنزل شويه حيت انا هاد مطيشه كنستعملها كونجلي. ولا كنتو غتستعملوا المطيشه العاديه غتحكوا واحد زوج حبات ديال المطيشه صافي. هنايا بعد ما شحرتهم مزيان هذا هو القوام ديالهم ما كتجيش فيها لاصوص بزاف كتجي ناشفه. وهنا غادي ناخذ هذا الزيتون اللي كيعجبني بزاف زيتون مسلاله اولا زيتون ديال زيتون البلدي كيجي رائع بزاف في هذا الطاجين هذا وكيعجبني انا هذا الزيتون صافي. هنا كنحيد ليه العظم وكنوضعو مع الكفته وغنخليه فقط يتشحر واحد شويه حيت هذا الزيتون ما كيبغيش يطيب بزاف. ديجا هو يا مرقد يعني محيد منه كل شيء. وهنا خديت البطاطا سلقتها قطعتها على شكل مربعات وسلقتها ومن بعد قليتها. وهذه الكفته ديالتي بعد ما تشحرات مزيان هي والزيتون وصوص طوماط. وهذا هو الطاجين اللي غادي نقدم فيه هذه الوصفه هذه حيت هذا الطاجين هذا ما كيطيبش فوق من العافيه داكشي علاش طيبتها في المقلاه ومن بعد وضعتها في الطاجين. وغنضيف في الجوانب بطاطا مقليه هاد الاكله كتجي رائعه وخفيفه ولذيذه وبنينه وصافي. هذا هو الشكل ديالها. هنا غادي ناخذ الشاريه الباكستانيه هي اللي غادي نزين بها الحاله ديالي. صراحه كنت غادي نستعمل موس شوكولا ولكن لقيت عندي ما كايناش لا كريم فريش الوغ استعملت اللي عندي موجود في الدار. غادي ناخذ الشاريه الباكستانيه وغادي نقسمها بهذا الشكل هذا هي راه كتكون رقيقه بزاف يعني كتقسم معكم بسرعه. غادي نقسم الكميه اللي غادي نحتاجها في الكاسات صافي. غنكتفي بهذا القدر هذا. وهنا جبت الكاسات ديالي من الثلاجه وضعتهم في هاد البواط هادي وغطيتهم بالبلاستيك الغذائي. هنا راه صافي تمسكت ليا الكريمه مزيان انتما كتشوفوا ما كطيحش ليا نهائيا الكريمه. وهنا بالنسبه للشعريه الباكستانيه وضعتها في مقلاه ضفت عليها شويه ديال الزبده وبقيت كنحمر فيها حتى كتلبس مزيان بالزبده
وحاولوا انكم ما ديروش الزبده بزاف، حيت الا درتوا الزبده بزاف غتجيكم مدمه وغتجمع لكم، ما غاتجيش زوينه. الو غديروا غير شويه ديال الزبده وغادي تحمروا فيها الشعريه الباكستانيه، وهنا كنوضعها من الفوق ديال الكاسات. صراحه عطات المنظر جميل، واخا انا كنت عوالا ندير واحد تزيين اخر، ولكن حتى هذا حتى هو جا زوين. وباش نيت يهرس لينا هذاك، حيت اصلا حنا عندنا اون موس او لا كريمه والبسكوي حتى هو مطحون مزيان، الوغ من الافضل انها تكون شي حاجه كروكو من الفوق اللي غتكون فيها رقه المشا. وهذه هي المائده الافطار ديالنا ديال اليوم، كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي صراحه رائعه. وهادو لي ميني باغيت كيجي الشكل ديالهم راقي، وهذا الطويجين ديالي الجديد، وهذا الحاله اللي صراحه رائع بزاف وبنين، الكريمه ديالته جات خطيره، وهذاك الخشخش اللي انا وضعت في الفوق جا رائع بزاف بزاف بزاف. وكاين كذلك المسمنات اللي حتى هما كيجيو رائعين بزاف، وفطائر اللي انا سبق لي شاركته معكم، وكاين العصير والحريره والتمر والشباكيه اكيد، وان سلطه. وهنا غادي نوريكم الكريمه كيفاش جات، وخا دخلت الثلاجه بقى القوام ديالها كريمي، يعني ما تحاولوش تكثروا من سواء النشا سواء الا كنتو غادي تستعملوا الكريم باتيسير او النشا، ديروا فقط جوج الملاعق. الا بغيتوا القوام ديالهم يجي عاقد بزاف غتزيدوا واحد الملعقه، ولكن انا بالنسبه لي هذا القوام هذا جا رائع بزاف. صافي، وهذه هي المائده ديالتي ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا بهاد الوصفات، ويكونوا عجبكم هاد الوصفات ديالي اللي هما بسيطين والمنظر ديالهم كيجي رائع ولذيذ بزاف 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 بزاف. ولا عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساوش انكم تخليوا لي لايك وتخليوا لي كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو ديالي مع كاع الناس اللي تبغيو يستافدوا من الوصفات ديالي. وصلنا لنهايه الفيديو، السلام عليكم.